معنا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي من الأردن هذه المرة. رائد، أسعد الله أوقاتك بكل خير. ويعني دعنا نبدأ بكثير من الملفات الساخنة ربما التي تسيطر وتهيمن وتؤثر على مجريات الأمور. الملف البريطاني يعود إلى الواجهة من جديد بوصول بوريس جونسون إلى زعامة المحافظين بأغلبية مطلقة هذه المرة، تتيح له حرية الحركة، والرجل يعد ببريكزيت. هل سيكون خروج سلس آمن ناعم؟ طبعا بلا شك، يعني الإجابة نجدها في ارتفاعات الجنيه الاسترليني الواضحة واختراقه، لأنه وضوح الصورة يأتي من أن الحزب المحافظين قد سيطر بشكل واضح أو يسيطر بشكل واضح على مجريات الأمور بهذا النجاح الساحق في الانتخابات، وبالتالي التعديل الوزاري والتعديلات القادمة سوف تضمن خروج سلس من الاتحاد الأوروبي. وفي نفس الوقت يعني بدأنا نسمع المباركات نوعا ما، من سواء كان من ألمانيا تحديدا التي ذكرت بأنها تتوقع أنه سوف يكون الخروج سلسا من الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة، وسوف تكون قادرة على بناء علاقات تجارية أكثر نضجا وأكثر صحة. وبالتالي يعني نحن نتحدث على أنه المملكة المتحدة سوف يكون لديها نوعا ما يعني أرق آخر أو من نوع آخر في الفترة القادمة، وأعتقد هو اسكتلندا التي نجحت وتمكنت من إضافة حوالي 54 مقعدا في الانتخابات، وهو يعتبر مرتفع نسبيا، وأعتقد سوف يعني يأتي ذكر هذا الأمر كأمر يضغط على الأسواق البريطانية وأمر يضغط تحديدا على الجنيه الاسترليني في الفترة القادمة، إذا ما كان هناك حديث عن المحرمات وهي الإكزت من المملكة المتحدة لإسكتلندا والمطالبة بالاستقلال، وهذا سوف يكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة للوقت الراهن. يعني لا يزال هذا السيناريو بعيد نسبيا، أعتقد هناك مزيد من الارتفاعات سواء كان في الأسواق البريطانية أو في الجنيه الاسترليني. على وجه التحديد الجنيه الاسترليني قد يطرق أبواب بعيدة المدى عند مستويات 1.37، وهو الآن يخضع عن تقريبا حوالي 1.3340 في الفترة الحالية. نعم، ننتقل أيضا لموضوع التحركات التي نراها على الذهب، وأيضا كيف تتأثر هذه التداولات بملف التجارة. كيف ترى يعني رائد يعني احتساب التداولات على الذهب هذه التطورات؟ ما الذي يقلق أيضا المتداولين في الذهب ربما في ملف التجارة الأمريكي الصيني؟ بالتأكيد نحن رأينا أنه الذهب يسلك مسار فيه تذبذبات واسعة النطاق. عندما أرى الذهب عند مستويات 1477 دولار للأونصة في ساعة، وفي الساعة التي تليها يعود إلى مستويات 1465 دولار للأونصة، ومن ثم يعود للارتفاع، هذا النطاق الواسع إذن يوجد هناك انقسام واضح في آراء البائعين والمشترين. إذا رأينا إلى صورة أكبر من ذلك، نجد أن الذهب الآن هو في منطقة تحديد مسار نوعا ما، لا يزال لم يثبت بعد أنه سوف يعود للاتجاه الصاعد، في حين الاتجاه الهابط هو على أبواب كسر مستويات 1430 دولار للأونصة، فهو قريب جدا من أن يحدد المسار القادم. ولكن أعتقد الميل للارتفاع يأتي من أنه يوجد هناك مخاطرة نوعا ما في الأسواق. الفيدرالي الأمريكي نوعا ما أعطى بعض الإشارات التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتاج إلى تطوير في بعض البيانات الاقتصادية، وأيضا على الرغم من الانفراج الإيجابية فيما يتعلق بالحرب التجارية، لا يزال هناك الفيز 2، أو نحن لا نزال بالاتفاق المبدئي. إذن ما هي الأمور التي قد تأتي مجددا في موضوع الحرب التجارية قد يضغط أكثر على أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد؟ أعتقد طالما أنه أو البقاء في هذه المنطقة حاليا هو بنتيجة وجود الفرصة البديلة نوعا ما، تحسن في الإمرجينج ماركتس أو الأسواق الناشئة، وانفراجات في الديفلوب ماركت كالانتخابات البريطانية الناجحة، وأيضا ما يتعلق باقتراب توقيع الاتفاق المبدئي ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا يزال هناك قلق قادم في الفترة القادمة قد يدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاعات، ومفتاح الارتفاعات هو اختراق مستويات 1482 دولار للأونصة. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان هذه المرة.